الرئيس السيسي يوجه بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء لصيغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان. الرئيس السيسي يوجه بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية والإسراع في تنفيذ الحي الدبلوماسي. محافظات الصعيد تشهد طفرة في المشروعات التنموية في عهد الرئيس السيسي. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، نستهل هذه النشرة مع الزميلة دارين مصطفى. إليك دارين. شكرا ناحور، أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه النشرة بعد العناوين. وجه الرئيس السيسي بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يتسق مع خصوصية المكانة الفريدة لسيناء. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، كما وجه الرئيس السيسي بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط. وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وجه الرئيس السيسي بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء حسن عبد الشافي المستشاري برئاسة الجمهورية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء. وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، ليتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربع مصر، وذلك بتكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة. كما وجه السيد الرئيس بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضري على حساب ما كان قائماً من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر. الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة، إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد، والتي ترتكز على إنهاء أي مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة. كما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية، فضلاً عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطهير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما اطلع السيد الرئيس أيضاً على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية، وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية في سيناء، لا سيما
التصنيع الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تطوير المطارات والمواني واستكمال الإنشاءات والمرافق بها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منطقة المقطم، خاصة ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها، إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم، وكذا تطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي. كما تم عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء، خاصة مطار العريش، والموقف التنفيذي لمختلف مكونات هذا المشروع من صالات انتظار ومباني خدمات ومهبط الطائرات. تم كذلك استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة المرافق والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الحي الدبلوماسي الذي سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر، حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية. الاجتماع شهد أيضاً عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، خاصة محور 26 من يوليو ومنطقة سفنكس المحيطة وكوبري تحيا مصر ومحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب كل من محور الضبعة والطريق الساحلي الدولي بقطاعاته المختلفة. كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لجهود الهيئة الهندسية لاستخدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية المنتشرة على كافة رقعة الجمهورية. تشهد محافظات الصعيد طفرة تنموية على مستوى المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، وتشهد محافظة سوهاج طفرة كبيرة في العديد من المجالات عبر مشروعات ضخمة خلال الثماني سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة 415 مشروعا قوميا منذ عام 2014، وبلغ إجمالي مشروعات التعليم قبل الجامعي 320 مشروعا، فيما بلغ نصيب قطاع الري بالمحافظة 49 مشروعا قوميا، هذا وبلغ نصيب قطاع الصرف الصحي بسوهاج 29 مشروعا قوميا، بينما بلغت حصة قطاع الإسكان بالمحافظة 7 مشروعات. وشهدت الاستثمارات العامة الموجهة إلى محافظة سوهاج في العام الماضي نسبة 43%. تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد، وذلك في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
هذا وشهد برنامج تنمية الصعيد تطورا كبيرا في تحسين البنية الأساسية في الصعيد، والذي تنفذه الدولة المصرية ويركز على جانب البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكل أنواعها وبما في ذلك التنمية الحضرية. كما شهد قطاع الزراعة طفرة كبيرة في محافظة الصعيد، حيث تم تدشين عدة مشروعات مهمة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. المزيد في سياق هذا العرض.
تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية تحقيق تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد، خاصة في مجال الإسكان والطرق، ونفذت الدولة العديد من المدن الجديدة بهدف إدخال تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد وجذب السكان إلى تلك المدن لتحقيق تنمية حقيقية. في إطار سياسة الدولة للتنمية المستدامة والمتكاملة في تنمية محافظات الصعيد، نال قطاع الري والموارد المائية نصيبا كبيرا من الاهتمام الذي انعكس بالإيجاب على قطاع الزراعة والاستغلال الأمثل للموارد المائية. المزيد في سياق هذا العرض. مشاهدينا، إلى فاصل قصير نعود من بعد لاستكمال هذه النشرة، ابقوا معنا.
الشمس طلعت زور النيل، تفرد ايديها في يوم جميل، تقول كل هنا السلام في ارض الطيبه والاحلام. مصر الجميله بلون القمح، نهرها سحر وليلها فرح، دي ام الدنيا في كل عصر، نورت بلدكوا في ارض مصر. في اي مكان او فين تكون، مصر جميله تعالى شوف، هتلاقي الطيبه في الوشوش، اجمل مكان في قلبي يكون. الشمس مهما تروح تغيب، تحب تيجي تزورني. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خالص التهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني ولجميع المواطنين الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. وخلال ترأسه لاجتماع الحكومة الإسبوعي، أشار مدبولي للزيارة التي قام بها لمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، هذا في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، مؤكدا أنه منذ أول ديسمبر الماضي تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6,800,000,000 دولار، كما يتم حاليا من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفي الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع. وفي السياق نفسه شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق. وأشار مدبولي إلى أن المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض أهلا رمضان بدأت في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة سكاتك النرويجية في مصر. وأكد مدبولي أن شركة سكاتك تعد شريكا استراتيجيا لمصر في الطاقة المتجددة وبالأخص في مجال الهيدروجين الأخضر. وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التوجه العالمي لدعم مثل هذه المشروعات. تواصل الدولة افتتاح منافذ أهلا رمضان بأنحاء المحافظات لتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن إجمالي المعارض المقرر افتتاحها ستبلغ أكثر من 200 معرض ثابت، هذا بخلاف المنافذ المتحركة التي
ستجوب القرى والنجوع لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة. وأكد الاتحاد أن تلك المبادرة السنوية التي تم تبكيرها هذا العام لتبدأ من شهر يناير تستهدف زيادة خفض الأسعار وتوفر السلع، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسي في مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. كما أعلن الاتحاد أنه قد تم التوافق مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بالكامل أو بكامل طاقتها 3 ورديات بعد قيام الحكومة والبنك المركزي بتعجيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى. وأشار إلى أن المنافذ تبدأ في عواصم المحافظات لتنتشر في المدن والمراكز تدريجية. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعث ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا توادراس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأشار رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة إلى أن تلك الذكرى العطرة يحتفي بها المصريون جميعا مسلمين ومسيحيين وهم في رباط لا انفصام بعده. بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بمصر وللدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لجميع الأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزتها في التصدي للجرائم التموينية المتنوعة والتي تمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. استمرارا للجهود الأمنية المبذولة للتصدي للجرائم التموينية المتنوعة، في هذا الإطار شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط أكثر من 42 طن دقيق أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول بالجيزة، وضبط 105 طن مواد غذائية متنوعة. قام مالكو عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 85 طن مكرونة وسكر وزيت طعام، فضلاً عن أكثر من 65 ألف لتر زيت طعام تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالجيزة والمنوفية والشرقية. ومع تواصل التصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 105 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والبحيرة لبيعها بأزيد من السعر المتداول، ونجحت في ضبط 57 طن مواد بناء بثلاثة مخازن لتجارة مواد البناء بالقليوبية والمنوفية قام المسؤولون عنها بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 30 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية، وضبط 15 طن أعلاف حيوانية قام مسؤول محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بحجبها لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشرقية، وضبط أكثر من 45 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 154 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن مصنعين لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية والإسكندرية، ونجحت في ضبط 25 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الحيواني بحوزة المسؤول عن مصنع للأعلاف الحيوانية بالقليوبية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 617 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 396 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 72 طن. أما في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فتم ضبط قرابة 295 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 14 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن إسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 440 قضية، من بينها 149 قضية خبز ناقص الوزن و139 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 74 طن. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 في ختام تعاملات الأربعاء بنسبة 3.25%، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 22 مليار جنيه ليتجاوز مستوى التريليون و13 مليار جنيه، محققا رقما قياسيا جديدا لأول مرة في تاريخه، وذلك بفضل دعم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وعدد من البنوك والتي أكدت الالتزام بسعر صرف مرن صاحبها بدء البنوك في توفير الدولار للعمليات الاستيرادية. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن رسوم السفينة لوغوز هوب، أكبر مكتبة عائمة في العالم في ميناء غرب بورسعيد بالرصيف السياحي، حاملة على متنها 50,000 كتاب و400 متطوع من 70 جنسية. ويأتي استقبال السفينة ضمن النشاط الملحوظ الذي شهدته موانئ الهيئة خلال العام الماضي، مما يعكس قدراتها أو قدرات الموانئ الخاصة بالمنطقة الاقتصادية وأهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة في هذا الشأن. وقد كان في استقبال السفينة فرق الفنون الشعبية بأغاني سمسمية التراثية ورقصات الاستعراضية، كما استقبلها أطفال بعض مدارس مديرية التربية والتعليم بالورود والأعلام المصرية. أدانت مصر الهجومين الإرهابيين المتزامنين في بلدة محاس وسط الصومال، واللذين وقعا بسيارتين مفخختين وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. هذا وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الصومال ولذوي ضحايا هذين الهجومين المشينين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما أكدت مصر تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.
أعلن المندوب اللدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الخميس جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس. وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين أن الجلسة ستناقش الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، خاصة في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك. في سياق تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن باريس ستسلم كييف دبابات قتالية خفيفة. هذا وأعلن قصر الإليزي أن ماكرون أكد ذلك خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما أكد الإليزي أن هذه المحادثات استمرت لمدة ساعة. من جانبه أعلن زيلينسكي تأكيده على أنه اتفق مع ماكرون على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الفرقات الجديدة الإميرال غورشكوف لمهمتها القتالية بالحدث المهم جدا. وخلال فعاليات الاحتفال بدخول الفرقات للخدمة القتالية، أكد بوتين أن التسليح القوي للفرقات سيحمي روسيا بصورة موثقة من التهديدات الخارجية ويساعد في ضمان المصالح الوطنية للبلاد. كما أكد بوتين أن روسيا ستواصل تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة وإنتاج أسلحة واعدة. وقال الرئيس الروسي إن لديهم حدثا مشهودا، حيث بدأت الفرقات بتنفيذ رحلة بحرية طويلة المدى، مضيفا أنه تم تجهيزها بأحدث نظام صاروخي لا مثيل له في العالم. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أعلن عن إطلاقات لصواريخ تيركون، وذلك خلال مناورات لمهمة قامت بها فرقاطتها الأميرال غورشكوف في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط. هذا وأشار شايغو إلى أن الجهود الرئيسية لطاقم الفرقاطة ستتركز على ردع ومواجهة تهديدات موسكو والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بالتعاون مع الدول الصديقة. أعلنت الخارجية الروسية أن إيطاليا لا يمكن أن تكون وسيطا بين موسكو وكييف. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روما تساعد نظام كييف وتتخذ موقفا عدائيا مناهضا لروسيا. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية ومستودعا يحوي أسلحة أجنبية في مقاطعة زابوروجيا ومنطقة دونباس. كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية في عدة مناطق أوكرانية. قال رئيس الشركة الوطنية للطاقة النووية في أوكرانيا إن بلاده تريد إرسال قوات حفظ سلام إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وتطالب أوكرانيا بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الموقع منذ سبتمبر الماضي. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها علنا مسؤول أوكراني في مجال الطاقة النووية إلى وجوب نشر قوات حفظ السلام
السلام في غياب اتفاقية لإقامة منطقة آمنة في المحيط في المحطة التي تسيطر عليها روسيا بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية. وقعت بولندا الدولة المجاورة لأوكرانيا وقعت عقدا لشراء 116 دبابة إبرامز من الولايات المتحدة، وذلك في إطار تعزيز جيشها. وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك وذلك خلال مراسم توقيع الاتفاق في وارسو، قال إن الصفقة تأتي لتعزيز قوات الجيش، معلنا أن أولى هذه الدبابات ستصل خلال الفترة المقبلة إلى شرق بولندا. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تدمير أوكرانيا. جاء ذلك خلال مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة، وأكدت أهمية الاستمرار في إرسال الأسلحة حتى تتمكن كييف من الدفاع عن نفسها وحماية أرواح شعبها. في الشأن الدولي، بدءا من الولايات المتحدة، يواصل مجلس النواب الأمريكي عقد جلساته لاختيار رئيس له بعد أن فشل النواب في انتخاب الرئيس الجديد في عدة جلسات في واقعة غير مسبوقة منذ 100 عام. كان زعيم الحزب الجمهوري كيفن ماكارثي قد خسر عدة جولات من التصويت على المنصب. في سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين. وقالت الصحة العالمية في بيان حول الوضع الوبائي في الصين إن علماء من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين قدموا بيانات حول إصابات كورونا التي تم تسجيلها مؤخرا في الأراضي الصينية، وتبين أن أغلب الحالات المسجلة أصيبت بسلالة أوميكرون وسلالة BF7، وهي متحورات معروفة ولم يتم الإبلاغ عن أي متحور جديد. بينما قال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية بالمنظمة مايكل رين إن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة، خاصة الوفيات. في ظل تأجج المخاوف التي تنتاب بعض الدول حول العالم من تخفيف الصين لقيود فيروس كورونا، حذرت السلطة الصينية اتخاذ إجراءات انتقامية للرد على القيود التي فرضتها العديد من تلك الدول على الوافدين من الصين إلى أراضيها، وذلك عبر اتخاذ بكين إجراءات مضادة وفرض قيود مشابهة على الوافدين إليها من تلك الدول. الخارجية الصينية اعتبرت القيود المفروضة على الوافدين من الصين بأنها تفتقد للأساس العلمي، مؤكدة أن تلك الإجراءات غير مقبولة،
كما نقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ رفض بلادها لما أسمته محاولة تسييس الشروط الصحية واستخدامها لتحقيق أغراض سياسية، منوها إلى أن الصين سوف تتخذ إجراءات مضادة على أساس مبدأ التعامل بالمثل. من جانبه رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على نظيره الصيني أن تلك القيود تستند بشكل مطلق على أساس علمي فقط وليس لها أي أبعاد أخرى، موضحا أنه تم اتخاذ تلك الإجراءات بعد انتشار الفيروس في الصين في الفترة الأخيرة، بينما أفاد البيت الأبيض بأنه ليس هناك ما يدعو الصين إلى الانتقام من الولايات المتحدة ودول أخرى لقيامها بفرض تلك القيود، حيث أوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جامير أن القرار الذي اتخذ يستند إلى أسباب علمية تتعلق بالصحة العامة. تلك التطورات تأتي بعد أن فرضت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند واليابان إلى جانب العديد من الدول قيوداً على الوافدين من الأراضي الصينية، والتي تشترط تقديم شهادة طبية سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا بحجة نقص معلومات عن انتشار كوفيد-19 في الصين، وهو ما دفع مسؤولي منظمة الصحة العالمية بعقد لقاء مع العلماء الصينيين للوقوف على الوضع الصحي الحالي للمرض في الأراضي الصينية ومعدلات الإصابة والتعافي. رياضيا مشاهدينا، حيث يواجه الأهلي نظيره إنبي في الخامس عصر اليوم على ملعب المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة 12 من الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بينما يمتلك إنبي 10 نقاط. كما يواجه الزمالك فريق الداخلية في 7 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 لمسابقة الدوري الممتاز. يمتلك الزمالك 24 نقطة في المركز الثاني بينما يمتلك الداخلية 8 نقاط. تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره فاركو بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز. اللاعب أحمد سمير تقدم للجيش في الدقيقة 13 من عمر المباراة، ثم تعادل اللاعب الجزائري رزقي حمرون لفريق فاركو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط بينما وصل رصيد الجيش إلى 13 نقطة. في كرة القدم الأوروبية، أقام لاعبو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أقاموا ممرا شرفيا لاستقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فور عودته للمرة الأولى منذ فوز التانغو بلقب بطولة كأس العالم 2022. نشر الحساب الرسمي للفريق على موقع تويتر نشر فيديو لعودة ميسي إلى تدريبات النادي الباريسي، وعلق عليها بأن ليو ميسي يعود إلى مركز التدريب هذا الصباح بعد تتويجه بكأس العالم. يستعد الفريق لمواجهة فريق شاتورو غدا الجمعة في كأس فرنسا، وبعدها أنجي يوم الأربعاء المقبل في الدوري الفرنسي. إلى حالة الطقس مشاهدينا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس. طقس بارد في الصباح، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
ختام نشرة منتصف الليل، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء لصيغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان. الرئيس السيسي يوجه بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية والإسراع في تنفيذ الحي الدبلوماسي. محافظات الصعيد تشهد طفرة في المشروعات التنموية في عهد الرئيس السيسي. لمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كان معكم في هذه الجولة الإخبارية حور محمد، وأنا دارين مصطفى. حتى نلتقيكم من جديد، نترككم في أمان الله.